سلام الله عليكم أيها المشاهدون والمشاهدات، وإليكم حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة، والذي يقدم إليكم كالعادة في بث حي ومباشر عبر تلفزيون هلا وموقع بنت. واليوم لنا ضيوف، يعني كما نقول مخصصين، ضيوف الحلقة من نادي الطيري الذي يستعد لمباراة الغد أمام فريق كريات بيالك، وهي نهاية البطل اللي يقابل فريق الدرجة الأولى من المنطقة الجنوبية شمشون تل أفيف أو بوئل ديمونا في الأسبوع القادم، وطموح الطيرة هي الدرجة الممتازة. وكما ذكرنا في السابق أن شباب الطيرة تعلمت درس آخر وتتحضر إلى درس آخر التي ستفرح جمهور الطيرة وهذا الموسم بكل حالة في الدرجة الممتازة. أما الضيف الآخر هو نايف عارضة. نايف عارضة قام بمشروع في الأسبوع الماضي، وأسبوع قد أنعش المخلوقات وأنعش لاعبي الماضي التي نساها الجيل الجديد، وفي حفل أقامه في بلدية باقة الغربية نجوم القدامى أمثال أسماء كثيرة، كانت درويش عمشة، علي ناجي، علي سليم، زهير زعبي، كارم زعبي، أسماء عديدة. ونايف عارضة هو واحد من نجوم الطيبة في السنوات الثمانينات. فأهلا وسهلا بكم جميعا. أهلا وسهلا بك نايف عارضة. أهلا بك أخي عبد. عرفنا مين نايف عارضة وشو كان نايف عارضة. طبعا أنت اليوم تلعبش فوتبول. مظبوط. أول إشي أنا كنت لاعب فوتبول في سنة 80 في هبوعيل الطيبة في الدرجة الثانية. أنا بدي أطلب منك طلب. تفضل. اسمع، أنا فلاح، احكي معي هيك، أنت لعيب في الدرجة الثانية، لعبت بالطيبة من بلدة ميسر في سنوات 86. أنا راح أذكرك إذا نسيش شيء. مظبوط. ذكرنا بس بالأجواء بهذيك الأيام. المظبوط. مين اللاعبين اللي كانوا معك في هذيك الفترة؟ المظبوط إنه الأجواء في هذيك الأيام أخي عبد يعني لا توصف من كثر الفرحة التي كانت في أيام السبت. يعني اللي كنا نلعب زمان أيام السبت. اللي كانت تجي المباريات، يعني حتى يوم السبت تكون في عيد في الطيبة كل الجمهور. أنت لعبت بس بالطيبة؟ بس في الطيبة. من أي بلد أنت؟ أنا من ميسر. من ميسر وتزوجت بالطيبة. مظبوط. معناتك أنت لك ضلع. إلي أسهم. هسا أنا طبعاً خريج معهد بنك للرياضة و تعال نذكرك بأشياء فلت لي الورقة اللي قدامك أنا بذكرك فيها. خلاص فلت لي الورقة أنا بذكرك تخفي. أنت قمت بمشروع ممتاز، هذا المشروع جماعة اللاعبين. كيف أجتك هاي الفكرة الممتازة اللي أنا كنت فيها؟ طبعا عريف الحفل وأول مرة بكون عريف حفل أو مركز صحفي، اللي أنا بروع الدار مبسوط كثير كثير، اللي شفت طلع أنتوا شباب، أنتوا اثنين شفت لاعبين اللي أنتوا أيام بسام عراقي، قصي عراقي، أنا بذكركم من الطيري، يحيى عياش، يحيى عياش، نعم، نهاد حمدان، نهاد حمدان، عزيز، كل هاي النجوم عزيز. بالمقابل كانت الكرة، يعني احنا بنقول الدرجة الثانية منطقة شمالية باء شمالية ألف، هاي درجة عليا. أنا بقولكم في 91 اتحاد أبناء سخنين كان في الدرجة الثالثة. اللي بدي أسألك يا سؤال، طبعا احنا بنرحب بضيوف الحلقة كمان من الطيري لأنه بيهمونا الطيري. الفكرة مبدئيا طبعا راح ارجع لك في معنى وقت، راح ارجع الفكره ابسطتك شو، اعطتك شعور، يعني ردود فعل. اول شيء اخي عبد الفكره كانت يعني من، خلينا نبقى صريحين، من السيد عبد الفتاح محميد اللي هو عنده صفحه فيسبوك ويعني بكتب عن كره القدم القدامى، عن كل هؤلاء النجوم اللي كانوا في سنوات السبعين والثمانين، وهو يعني كل مره بيعمل لقاء ويسجل في هذه صفحه الفيسبوك عن لاعب يعني من هؤلاء اللاعبين. فأنا يعني اتصل بي إنه بدي يكتب عني كلاعب أبو عيد الطيبة في السنوات الثمانين. بعد ما يعني أخذ من التفاصيل والصور هذا، قلت له في عندي فكرة إنه بدنا نطور هذا الإشي. أنت اليوم تكتب قاعد يعني عن هؤلاء اللاعبين وعن إنجازاتهم،
فالفكرة أنا عندي إن نجمع كل هؤلاء النجوم على مائدة العشاء حتى يعني نلتقي كل وجها لوجه. غامر بوجه العشاء بس بدي أشوف هاي النجوم اللي ما شفتهاش. ونتبادل يعني الآراء والمعلومات التي كانت في سنوات الثمانين. ففعلا أخي عبد يعني قمنا بهذه يعني العملية اللي هي مش بسيطة، إنه إحنا دعونا كل هؤلاء النجوم 60 لاعب من النجوم القدامى. أنت بتقول إلي أنا كنت مني هناك على وجبة العشاء. أنت بتقول للجمهور. بكل الجمهور إنه يعني نجاح لا يوصف للمنتخب. الاجتماع كان رائع وراقي، وشفت أنا دموع يعني لاعبين. أنا بحكي لكم إنه لاعبي الكبار لعبت كانت إلها اسم بالملاعب قبل ما تخلقوا أنتم مواليد 90 92 أو 89 اللي عيونها أدمعت يعني. هنا كان نجوم، في واحد في الطيبة نجم كبير كان اللي اسمه تشومبي سليمان أبو راس، درويش عمشة، وإحنا نحترمها. ونبدأ كمان في الطيري. الطيري تامر ناصر، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. عرفنا مين تامر ناصر. تامر ناصر من الطيري، أول شيء مشجع رياضة، مشجع كرة قدم. شو يعني مشجع كرة قدم؟ من محليا. محليا وعالميا. محليا مين المحليا؟ فريق المفضل بعد الفرق العربية طبعا مكابي حيفا. مكابي حيفا. وعالميا؟ برشلونة. برشلونة. طب ما دامك بتحب برشلونة، انت بتعرف انه في لسه مباراة كأس أوروبا، اعطيني يعني دورتموند ولا ريال مدريد؟ توقعاتي اسمع، عندي احساس انه دورتموند راح تفاجئ ويمكن من نصيبها. طيب انا بدي اسالك هسه، مش عن، انا بدي اسالك عن الطيره. انا هنا حضورك عشان يحدثنا عن الاجواء التي تنتظرنا غدا الساعه 7. فريق كريات بيالك سيحل ضيفا الساعه 7 امام جمهور صدق أم لا تصدق 2500 متفرج. استاد الطيري سيملأ هذه الجماهير الفرحة أمام مكابي كريات بيالك. وكما وعد عبد الطيتي في جلسته الصباحية هو وزوجته الكريمة أنه الطيري ستفرح غدا. شو رأيك أنت شايف هاي الأبواب؟ أخي طبعا هذا الهدف الجميع. الأجواء والمعنويات جدا عالية سواء من اللعيبة، امبارح اجتمعنا مع اللعيبة، سواء من الإدارة اللي بتشتغل على مدار الساعة لتقديم الأفضل للفريق للعيبة للجمهور. الجمهور له دور جدا فعال، بعطوا من وقتهم وقت جدا ثمين، طاقات حماس ماليهم. الكل إن شاء الله بترقب لنجاح تيراوي، وإن شاء الله إنه. بس أخي عبد، بالنسبة أنا كنت طبعا بهذه المواقف اللي هي يعني الطير موجود بها اليوم، كنت بالماضي هناك. لازم يبقى أول شيء الجمهور يعني هو الذي يحافظ على إنه الطير تطلع يعني للدرجة الممتازة أو لا، لأنه الحكم من الممكن إنه يكون يعني متحيز، وفي أمرار الحكام يعني يكونوا متحيزين في هذه اللعبات. فلا، الجمهور ممنوع ينجر وراء هذه الأغلاط سواء كانت يعني متعمدة أو غير متعمدة. أخي نايف عرضة بدي أقول لك شغلي، أنا بالصدفة أنا راح أكون بكرة مدير الأمن تبع هذه المباراة. أنا مدير الأمن في استاد الطيري، أنا إلي سنتين ونص في استاد الطيري، حتى الشتائم بسمعهاش في ملعب الطيري. جمهور عريق لونه أحمر وأعلام حمر، وإحنا بنتملاه هنا إن شاء الله ما يجيش هذا الحكم يتحكي. والآن ننتقل إلى معاد طراقة. أصغر أنت، أنا بحسدك أصغر أنت. لما قالوا لي أنا في مرة كنت صرت مدير فريق في 22، لكاني لعيب فوتبول، بقول لي يا أخي كيف بصيروا في 22 سنة مدير فريق؟ قلت له من الله هيك في جمهور. والله صادق. تفضل. أول شيء اهلا فيك اخي عبد الباسط، شو المره احنا مش اهلا فيك. كل المشاهدين تلفزيون هلا، تلفزيون هلا، البنطي حتى اللاعبين القدامى بنطيهم اللي بذكرهم يعني كل احترام. المنصه بالنسبه للعبه باكا، اوش بشكر انا كل الجمهور، لكل جمهور من صغير لكبير اللي حضر اللعبه وشاهد اللعبه وجهه، وعملوا اجواء بتجنن. الاجواء كثير كانت مفرحه في الطيره، حتى الفرحه والله في فيديوهات اللي انا حضرتهن اللي
اللي من دور ابعاد من بيوت ابعاد اللي الناس ما كانت سامعه صوت الجمهور من الفرحه. يعني بشكرهم وان شاء الله بكره نتامل اخرى نبكى الساعات ازيد من ما كنا بلعبه باكا وان شاء الله. انا بكره الساعه 3 انا جاي على الطير يعني ان شاء الله. طيب ونحن نستمر ونتحدث شيء ما عن فرق الدرجه العليا العربيه بالذات المشرفه. يوم امس حازت بطوله دولي الدرجه العليا مكابي تل ابيب وحاز اللاعب عران زهابي باللاعب الافضل، وانا بقول معقول. كانت المنافسه مع طبعا عنان خلايلي، وكنا بنحب نشوف عنان خلايلي، بس عنان خلايلي ينتظره مستقبل الكبير ونتنبأ له بالنجاح، هو واللاعبين الصغار أمثال كارم الزعبي في أبويل الكوتس، أمثال حمزة شبلي، وكل من يلعب من هذه الصغار في الدرجة العليا. مكابي الريني خسر لأبويل حيفا بالنتيجة 1-0، وكذلك كانت المفاجأة لاتحاد أبناء يعني اتحاد أبناء سخنين حين تفوق على فريق مكابي حيفا، ولكن مكابي حيفا في الدقائق الأخيرة حين أبعد حارس المرمى طبعا محمد أبو النيل الممتاز وأثر ضربة جزاء، يعني قام دافيد مهاجم فريق مكابي حيفا في التسديد 1-0، وفي الدقيقة الأخيرة بعد الوقت الإضافي والمضاف إليه يستطيع فريق مكابي حيفا التفوق. وهذا يعني مهما كانت الظروف مكابي حيفا ينتهي بالنائب الذي سيكون بعد طبعا مكابي تل أبيب البطل. أما في يوم الجمعة تنتظرنا مباراة في استاد السلام، وحيث ابن يهودا أبو العم يوعد الجماهير من ابن يهودا لا تصلوا لهم الفحم لأنه إحنا راح نغلبكم، يعني فيش احتفال، مش تهديد، إنما هو سيغلب يتغلب، وأنتوا بتعلموا إنه ابن يهودا مضطرة للفوز، مع أنه ممكن الفوز هذا لا يساعدها لأنه الموضوع مربوط في نتيجة طبرية التي ستحل ضيفا على مكابي هرتسلية. ومن مكابي هرتسلية إلى ضيفنا العزيز نايف عرضة من قرية مصر، اليوم مندوب قدامة، حدثنا عن أسماء، هيك بدي تذكر لي 20 أسماء من سولم، بتقول أحمد راضي، من سولم هاني راضي، من الطير قصي عراقي، من الفحم علي ناجي، من شفيق عسلي، بدي تذكر هاي الأسماء اللي يفهمها الجمهور. شفيق عسلي، يوسف عسلي، كفر كري، عزمي يحيى، طبعا من الطيبة عندك نايف عارضة، محمود عبد القادر تشمب، إبراهيم أبو صبحة. أكثر تأثير شاهدته أنت في هيك اثنين اللي كان إلين أثر في الزيارة، في زيارة هذا اللقاء الكبير من القدامة، كان 70 لقاء جميل جدا، هيك شفنا اثنين اللي أثروا، والجمهور اللاعبين لما شافوهن كان لهن بصمة في هذا اللقاء. طبعا كان هناك اكثر من اثنين، اعطيني هيك اسمين. اما انا شفت كارم الزعبي، لا كارم الزعبي عادي بعده بنط وبشط وبحكي كثير وحكياته حلوه. الاثر الكبير شاهدنا اللاعب العربي ابن الهزيل شفيق الهزيل، هذا كيف بقولوه غزال الصحراء الذي بدا مشواره في كفر قرع. أنا لعبت ضده في كفر قرع، ملعب كفر قرع القديم، وانتقل إلى صفوف شفا عمر، ومن شفا عمر إلى دوبك مكابي بتح تقبى. مكابي بتح تقبى، وبعد ذلك أصيب بحادث الطرق كان دراماتيكي وأنهى مسيرته الرياضية مبكرا. هذا اللاعب لعب كمان في منتخب إسرائيل، كيف كانت شعورك لما شفت شفيق الهزيل؟ فكت من الورقه يا زلمه، احكي معي حكي عادي، بدي اسمع منك التاريخ براسك كم، مثل ما انا بتذكر بديك تتذكر. احكي معي عاميه بلغه اهل مصر. المزبوط انه اجى يعني شفيق الهزيل، ما كانش متوقع انه يعني يعمل كل هاي المشوار والطريق من نقب ويجي على اللقاء، ولكن فاجأنا، وكل احترام لهذا الشخص، يعني مع كل انه صحته مش كل يعني مش 100%، ولكن يعني عمل كل الجهود ووصل لهذا اللقاء، ومثل ما انت قلت شفنا انه هو يعني كثير متاثر، ويعني حتى يعني انا كان لي اتصال بعد اللقاء مع الابن وكانوا كثير مبسوطين. وانا بدي افاجئك بشغلي، يستعد شفيق الهزيل وعائلة الهزيل يعني تحضير لعزيمة اخرى، وانت شوفوا فجأة احيت هذه العزيمة نجوم كثر اللي اتصلوا وتواصلوا بنايف وعبد الفتاح. وبهذه المناسبة عبد الفتاح محميد ابن ام الفحم، احنا بنشكرك من هون من تلفزيون هلا على هذه يعني المسيرة اللي بتقدمها للوسط العربي، وكل يوم عندك
يعني عندك خبر، عندك نتيجة، عندك صورة، عندك اسم يشهر هؤلاء النجوم، يشهر يذكر يحيي هؤلاء اللاعبين القدامى. انتو وقيتوا قصي أوراقي وبسام أوراقي؟ هم احنا زي ما سمعتوا عنهم، سمعت طبعًا عنهم طبعًا. الله يعطيهم الصحة والعافية ومد بعمرهم. سمعنا عنهم طبعا كل الخير وكل البطولية، كديش انهم بكوا لعيبة، لعيب جدا لهم اسمهم، لعيب كبار، سواء الاخ الغالي قصي الامين اخو بسام. قصي كان بالحفله مستاهله قصي. ما فيش دفاع كانت تقدر له، فيش دفاع في الدرجه الاولى. لعب كمان هو في صفوف بايرن من الفحم اذا انا مش غلطان. وبدي منك سؤال، انت مبسوط بهذا الجيل انك بتدير طبعا من الطاقم الاداري تبع بلدي النادي الطير؟ طبعا راح ابقى مبسوط اني بدير. انت من بهمش، انت شاب صغير واداري، بس انا بعرف انك من الداعمين لهذا الفريق. انت محضر يعني كيف بقولوها هديه لهذا الفريق اذا بصعد للدرجه الممتازه؟ طبعا ما ياخذ بالاحساب. طبعا عاملين على الحساب. انا اذكر الجمهور ان تامر طبعا منصور وتامر ناصر الناصر ومعطر راقة مش بس اداريين انما داعمين لهذا الفريق شباب. احنا اللهم صل عليك يا نبي. احنا بدنا الاداره كلها تكون شباب، ونكون دم كمان دم حامل. بدكم دم حامل اكثر من عبد التيتي؟ بدكم دم حامل اكثر من عبد التيتي؟ بدنا دم حامي مع عبد التيتي. ابو الورد طبعا له فضول كبير على الفريق، على ميم سام اختير، على النادي الرياضي. فبدنا كمان نكون بدنا نوسع الاداره. شو ندائكم؟ شو ندائكم لبكره؟ بدنا طلع شايف كلت ندائكم لبكره، مش ليوم امس، لبكره. لا طلع اخي، اول شيء المحفز تبعي انا شخصيا، وانا متاكد بالمثل اخوي معاذ، وهو لما انت تشوف التكاتف حول الفريق، الفرحه اللي هي ناقصه هذا المجتمع، شيء اللي هو كرة القدم هو شيء أساسي جدا اللي بحياتنا، له طبعا شعبية كبيرة بكل على صعيد العالم. أنا كل الجملة بقولها اليوم وبكرة كرة القدم، بس بكتب أقول لك شغلة. كرة القدم إيش اللي هو مطرح اللي أنت بتلاقي فيه سعادة من كبير من صغير، هي الناس اللي بجيل كبير. لجمهورنا العربي اللي إحنا بسمونا 48 عربي الداخل، اللي بنقدر نرفع فيه العلم وما فيش حدا بيقدر ينزله. مزبوط. بالملعب كل شيء مسموح، بالملعب فيش بس دير بالكم بدناش قنابل بكره، قنابل الحمراء والصفراء. لا لا لا، فاللي بديت اقول لك اياه فرحه وجود الاولاد الصغار، وجود الجيل الكبير الله يحفظهم ويمد بعمارهم، التكاتف هذا، الوحده. الملعب هو وحده، اهل يا بلد. بتلاقي هناك ناس من جميع الاجيال. هذه هي الهدف، هذه الفرحه. انا عن حالي شيء جدا مرقيشوتي انه اشوف الجميع متكاتف، الجميع مبسوط، وانه ان شاء الله بنساهم، والجميع باخر المطاف بفرح بصعود الطير للدرجه الممتازه ونجاح جميع الفرق العربيه. اخي عبد، انا لا بدي اضيف للي قاله اخوي معاذ تامر. اول شيء احنا بنوجه كلامنا كلياتنا للجمهور الطيره، هاي اللعبه هي مصيريه لصعود طبعا الفريق. يعني احنا نطلب جميعا اداريين واحنا كمشجعين انه الجمهور يتحلى بالصبر ويبقى صبور ويشجع الفريق بصوره رياضيه، لانه هناك تكون مثل ما قلت لك يعني بجوز بعد شويه. هلا جمهور الطيري بدي احكي لك شغله يا نايف. جمهور الطيري مليح، انا بديش تخرفني عن جمهور الطيري، بدي تخرفني كيف كنت تطلع مع ابويل الطيب القديم، تطلع لما تلعبوا لعبة هيك قوي. حدثنا عن انت بتحدثنا عن الماضي، احنا جبناك عشان تنعش لنا الماضي، تحدثناش عن الطيري في ان شباب بحثوا. انا لما كنا نلعب يعني الطيبة في لعبات برية الطيبة مثلا في رعنانة، كنت تشوف السيارات تبدأ من الطيبة وبتخلص في رعنانة سيارة ورا الثانية، يعني مرافق الفريق وتشجعه من الشارع، يعني مش حتى في الملعب قبل ما تبدأ المباراة، من ما نطلع من المدينة، من مدينة الطيبة لحتى ما نصل لرعنانة أو غير أو بلد تانية. عندك أسماء كانت تلعب معك في هذيك الأيامات من
طيب يا هاتنا اللي بلكي سمعك طبعا عبد الله جابر، عدنان جابر، محمود عمش، محمود عمشه، مين اللي كان مين اللي كان يبث المباريات في الوسط العربي؟ كان واحد بسام جابر الذي كان بسام جابر ما غيره يعني بسام جابر مدير هو مرافق الفريق وهو استاذ بسام وهو اللي كان يبث المباريات وهو كان مشجع على فكره قبل ما تخلقه لا كان فيسبوك ولا بسام جابر هو الوحيد اللي كان صوته في الملاعب. بسام كان واحد قبله نايم زلخة، بعد نايم زلخة أجا بسام جابر وكان الكل ينتظر في الوسط العربي واليهودي صوت بسام جابر، والنقل الوحيد اللي كانت تسمع الفرق ما فيش إلا راديو، كل واحد حامل راديو، لا في تلفزيون ولا في الجمعة ولا في إذاعات ولا في احنا لحقنا الراديو، انا لحقت الراديو، انا لحقنا الراديو ما بكاش فيسبوك. بسام جابر كان من احدى المذيعين يعني البارزين في تلك الفترة، وهو كان مشجع الفريق ولا يخسر يعني اي مباراة، ويعني انا بستحيش اقول انه كان يعني حتى مشجع لي خاصة يعني ويشجعني قبل المباراة وكل دير يعني هذا الشخص له أفضليات كثيرة على هبع الطيبة في تلك الأوان. تعالي إحنا بدنا نسأل عن شغلي اللي تعالي اليوم، شو التحضيرات لكم لمباراة اللي بتجمع 3000 متفرج طبعا في ملعب اللي هو طبعا مش كبير ل 3000، يسع 2000 متفرج. انا فهمت انك محضر انت شخصيا اشياء ان شاء الله يا رب. لابد يعني انا بقول لك التفاؤل موجود، الامل موجود، ايش اللي حضرت لهم بلايز الفرحه، تعرف اعلام ان شاء الله. طبعا حضرت وانا فهمت انك انت متبرع بكل هاي المساهم، قلت لك يا اخي احنا مستعدين نساهم باي شيء اللي هو بجيب الفرحه اللي النظام نساعد فيه، لا طبعا لا الجمهور نقدم ولا الجمهور عشان يعيش هذه اللحظات. احنا قدام لحظه جدا مصيريه للطيره، فرحه للوسط العربي اجمعين ان شاء الله. احنا كلياتنا مشجعين الطيره وبكره كلياتنا طيره. انا عن حالي اخي عندي مطعم بالطيره اللي بيجوا علي من جميع الابلاد، احبابنا اخوتنا، الكل بيسالني عن اللعبه، كثير بيسالوني عن اللعبه، كثير بيقولوا لي تامر في كرتات للعبه حابين نشارك، بدنا نيجي ندعم. وشو بتدعي من برية الطير يعني انت بتدعي؟ بدعي طبعا اول شيء بتشكر الجميع، بتشكر لكل حدا بيهتم بالفريق، بيسأل عن الفريق، بيساند الفريق، بيحب انه يدعم وانه يتواجد طبعا يا رئيس البلدية عمنا ابو طارق الله يحفظه. الكل سواء بغض النظر عن ايات اختلاف موجود بجوز بتلاقي الكل متكاتف حول الفريق، جمهور الكل متعطش لهذه الفرحة اللي احنا بنرتكبها من سنوات. وزي ما قلت لك يا اخي انا عندي نقطة اللي جدا حساسة، هي الاطفال قديش فيهم حماس، قديش بتحس الفرحة فيهم. الشارع فيهم التراوي، الشارع التراوي، الجيل الكبير بتلاقي ناس هناك لعيب قدامى بجيل 70-80 الله يمد بعمرهم موجودين بالملعب متأملين، بيستنوا بلحظة ان عن جد نفرحهم بهذا ان شاء الله الانجاز اللي رايحين نحققه باذن الله. ففي امل كبير، في تفاؤل كبير، طبعا اعصاب مشدوده، الكل بيرتقب لهذه اللحظه وان شاء الله. الاعصاب المشدوده، الاعصاب المشدوده. سال معاد اعصاب مشدوده، شدت كل الدنيا بالمباراه السابقه يعني، وانت بتعرف ضربات جزاء هي بتخلي الاشي يعني اشي اعصاب. هي بصراحه هي من اولها شدت اعصاب لما تنوه بدون ضربات جزاء ولا ان شاء الله. هي احنا لازم ننهيها قبل ضربات جزاء عشان الاعصاب المشدوده، لانه بلعبه باكا الاول لما هم حطوا اول هدف فالاعصاب كانت مشدوده على الاخر، على الاخر انشدت. وفي هذه اللحظات نخرج الى فاصل قصير وثم نواصل. عدنا
عدنا للبرنامج الرياضي وضيوف الحلقة اليوم من النادي نادي الطيرة الذي يستعد يوم غد لمباراة الاختبارات بينه وبين مكابي كريات بليت. وضيف الحلقة طبعا من لاعبي القدامى والذي نعتز بهم في الماضي واليوم وأمس وكل يوم أنه منشوفهم بعدهم عايشين الحياة الرياضية. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. نذكر جمهورنا الكبير أن يعني كانت دموعه قد نزفت من عيون جمهور كبير عريق لبلد اللي يعني شرفت الوسط العربي في السنين الماضية، وانت واحد من اللاعبين اللي لعبوا في هذا الفريق اللي هو شباب الطيبة يوم الثلاثاء الماضي يودع الدرجة الأولى بحضور 2000 متفرج في استاد السلام، وقد حاز على المباراة فريق أبوئيل بسان الذي جاء من الدرجة الثانية، وكان من الممكن أنه أحمد سبع يعني مع تلامذة اللي جاء لينقذ الفريق أنه الفريق تعثر في خسارة اسمها 2-0 طبعا. وشباب الطيبي اللي كان بالموسم الماضي يستعد يعني أنه يكون في الدرجة الأولى وأجغلبكم بالبلاي أوف في الدرجة الممتازة، وإحنا بنشوفه في الدرجة الثانية. إحنا متأمل أنه عودتكم السريعة يا شباب الطيبي، أنتوا حبايب عقلوبنا. وأنا بدي أقول شغلي يعني كإنسان اللي بحضر مباريات الطيبي، من أجمل ما برى في الوسط العربي جمهور الطيبي، جمهور الطيب. اللي بيعطيك انك تحب كرة القدم صحيح. القديمة، جمهور اللي بتشوف اقل مباراة. يعني في يوم من الايامات جيت على الطيبي هون يوم الثلاثاء مباراة يعني مش دوري، مباراة اللي بسموها المنطقية، فلقيت 400 متفرج. قلت اذا في مباراة يوم ثلاثاء الساعة 2 في 400 متفرج ملعب، يعني انا بقول. ومن الاشياء اللي انا عجبتني رئيس البلديه الاستاذ يحيى حاج يحيى، هذا الانسان قال لي شخصيا انا اريد ان اعيد الطيبه الى امجادها، وملعب الطيبه سيكون من الملاعب الجميله. فاحنا بالطيبه التلفزيون هلا نتمنى لكم انتم تعودوا سريعا الى مستواكم التي عودتمونا طبعا الدرجة الأولى. وفي هذه اللحظات نتمنى طبعا لمن الفوز، الفوز في أن مباراة لهبوئيل لفريديس الذي سيكون في مباراة اختبار في استاد علوت أمام شباب حيفا. حيفا طلعوا الكشافي، ظل شباب حيفا في الاختبارات، واحد منهم سيكون في الدرجة الثانية. نتمنى الفوز والروح الرياضية لهذه الفرق طبعاً. أخي عبد، بالنسبة لل أنا بدي إياك شو تطلع من قلبك للصعود للدرجات اللي يعني مثل كل إخواننا في الطيرة غدا بالمباراة المصيرية، يعني هناك الأشياء التي يعني من حول الفريق هي التي أهم من اللعب نفسها، إنه الجمهور يعني لا ينجرف وراء مثلا أغلاط والحكام أو الجمهور المقابل، لأنه في بصير هناك استفزازات. أنا يعني متأكد 100% إنه المدرب خلال هذا الأسبوع حضر اللعيبة من ناحية نفسانية أكثر من ناحية فوتبول. يعني اليوم هم جاي يعلمون فوتبول، وإنما من ناحية نفسانية والهدوء النفساني هاي الأشياء هي التي تؤثر في مصير هذه اللعبة. يعني وأنا بتأمل إنه يعني اللعيبة يكونوا جاهزين من جميع هذه النواحي. نايف عرضة من قرية ميسر، لاعب قديم في شباب الطيبي، حدثنا عن الحفلة اللي عملتها لكل الوسط العربي بسألني، وإحنا طبعا عزمناك لهذه الحفلة عشان تحدثنا مش عن الطيري، في أن اثنين بيحكوا مليح عن الطيري، بدي تحدثنا شيء ما عن الأجواء اللي كانت، وشو مين اتصل فيك من بعد المباراة، كيف كانت ردود أخي أنت عبد اليوم؟ بدي أسمعك أنت تحدثنا عن القدامة، أنت خلي الطيري كيف بقولوا أهل مكة أدرى بشأنه. أخي عبد، طبعا الملتقى للنجوم العرب القدامى هي سابقة يعني لم تكن في الوسط العربي ولا مرة، فإحنا عملنا يعني إشي لأول مرة بيكون إنه جمعنا هؤلاء النجوم وأحيناهم وأعدناهم للماضي الذي كانوا به نجوما في سنوات 80 و70، وجينا اليوم قلنا لهم أنتم ما زلتم نجوم ونحن نكرمكم على وجبة عشاء ونتبادل الآراء والذكريات. فهذا أنت روحت مبسوط بالحفلة؟ أنا مش بس روحت مبسوط، أنا شفتك أنا يعني بقولها بالله مزهزة الدنيا، مش أحسن من يوم عرسك. مزبوط. أول إشي تسمعني المرة أول إشي من الأجواء اللي كانت ومن ردود الفعل التي شاهدناها على وجوه أخي عبد، كنت يعني حاضر وشوفت هذه الأشياء يعني لا توصف ويعني وصعب أني أوصفها. بس بدي أسألك سؤال، كيف تنسى بسام جابر؟
هي يعني كيف بكل مخالفة قومية رياضية. بسام جابر أول إشي المرة الجاية لازم يكون بسام جابر قبل الكل. بسام جابر هو في قلوبنا ومننساهوش. أنا خاصة كلاعب أبو عيد الطيب بنساش بسام جابر، ولكن يعني كنت بجوز يبقى مشغول يعني بأشغال وهذاك يعني من هذا المنطلق، ولكن احنا بوعدك يعني بكل مناسبة من هذه المناسبات. حدثنا شيء ما، انا سمعت انكم في هناك عروض على يعني تعملوا جمعية اللي يكون هذا المشروع يعني مستمر لسنين طويلة اللي تشترك يشترك فيه كل لاعب بيعتزل عالم كرة القدم. المضبوط يعني من في اوروبا موجود شيء من هالشيء. من بعد ما يعني عملنا هذا الملتقى لاول مرة في الوسط العربي وشفنا انه نجاح يعني يصل 60 لاعب او 60 نجم من هؤلاء النجوم، يعني المضبوط أخي عبد مثل ما أنت قلت نحن نفكر يعني أن يكون هذا الملتقى على مدار السنين القادمة، ويعني بديش أقول كل شو كل التخطيطات لأنه إحنا يعني سنفكر نقيم لجنة لتفكر كيف نعمل هذه اللقاءات ونحيي هؤلاء النجوم لكي يعني الأجيال اللي بتيجي بعدنا تشوف أنه يعني مش النجم اللي كان مرة خلص انسناء، انه يتحمسوا ويصير نجوم يعني للمستقبل ويعرفوا اننا نكرمهم ونعيد ذكرياتهم ولا ننساهم ابدا. وبهذه يعني المناسبه اللي احنا بنتحدث عن نجوم الامس احنا بنقول الرحمه للذي لهؤلاء الذين غادرونا طبعا وهم اليوم اموات، فنتامل وجود خامات وطاقات للكبار، وحين يعني تدعونا إلى اجتماعات كهذه لا تفكروا مرتين، تعالوا ورح تنبسطوا. معاذ. أيوة معك. معاذ طلع أنت بتستعدوا لمباراة اللي هي مباراة، كيف كان المدرب في هذا الأسبوع يعني أعطى مثل ما ذكر أخونا نايف أعطى تهدئة إنه اللعيبة أعطتوهن إشي كيف بيجوا مرات اليوم المدرب الذهني؟ أنا ضد هاي الفكرة مدرب ذهني. المدرب الذهني هو المدرب القائم والإداري القائم والكابتن واللاعبين، وأنا بقول غرفة الملابس كيف شفتوها هذا الأسبوع؟ هذا أسبوع غرفة غرفة الملابس كيف كان؟ أزيد كنا يعني كنا مع بعض أزيد، حتى الإدارة كانت موجودة بكل تدريب. بتناموا أنتو؟ احنا بننام ليش؟ لا يعني بتناموا في هاي الأسابيع الليلة؟ احنا مشدود أيام مشدود كيف حكى يعني هنا تامر احنا كرة عربية اللي عندنا رونق خاص، احنا شعارنا هو لا لا در يعني امبارح رئيس الاداره عبد التيتي عزم كل اللاعبين والاداره اللي عنده للبيت وعوجبه عشاء وقعدنا نحكي وعشاء عبد. انا شفت له نص يعني خطاب لطبعا جمهور الطيري انه بدوكم بدو الجميع الى هذه المباراه، وهو بوعد انه ان شاء الله الطيري لا تخيب امال الجماهير الطيروية والعربية لهذا الموسم ان شاء الله. تامر انا بحكي عن غرفة الملابس لانه من غرفة الملابس بطلع النجاح. بالنسبة لغرفة الملابس اخي شيء اكيد طبعا، بالنسبة لغرفة الملابس لابد يعني شيء اكيد انه في ترقب للعبة، في حماس، في تفاؤل زي ما قلت لك قبل، تفاؤل جدا كبير. انت بتحكي هنا عن فريق اللي عنده خبرة، لعيبة اللي عندها خبرة، عارفين لوين هم رايحين، شايفين الحماس بالشارع. رئيس إدارة بهذه أعطيني كلمة أخيرة تلخصية، طبعا البرنامج آتي على النهاية، أعطيني كلمة أخيرة شو بتقولها أنت كإداري في الطيري؟ أخي إنه أول شيء بندعي جميع الجماهير، جميع الجماهير أهل الطيري وجميع جماهيرنا وإخوتنا وأحبابنا من كل مكان يساندوا الفريق، بنتشرف فيهم بوجودهم بيننا، وإن شاء الله يا رب بنهاية المطاف الجميع بفرح بصعود الطيري للدرجة الممتازة وتحقيق الهدف. فرحة لأهل الطيري، فرحة لجميع الفرق العربية والبلدان العربية. وكلمة أخيرة بالنسبة لأهلي وأحبابي من الطيبة، لحظة حزينة وإن شاء الله يا رب هذه هبوط لصعود. معاذ كلمة ملخصة. بدعي كل الجمهور يعني طبول الحرب الحرب الرياضية ستقرأ يوم ستقرأ إن شاء الله الساعة السابعة، شو بتقول؟ احنا أول شيء بدعي كل الجمهور إن شاء الله بكرة يكونوا أهم شيء ضبط النفس باللعبة، يكونوا اعطيني نتيجة ملخصة. نتيجة أرقام 2-0 مينيموم. 2-0 إن شاء الله. شو كلمتك الأخيرة للقدامة؟ للقدامة طبعا احنا جينا ديك الوقت ينتهي، شو كلمة أخيرة للقدامة وللوسط العربي
تمنياتك وشو بتقول حق نايف عرب؟ أول إشي تمنياتي إنه فريق الطيري طبعا يصعد إلى الدرجة الممتازة، وآمل أنهم يعني يتحلوا مثل ما قلت لك في كل القوانين التي تكون والقدامة هات القدامة، وأتمنى للاعبين قدامة. أول شيء أنه الله يعطيهم الصحة والعافية، وسنلتقي دائما على وجبات عشاء ونعيد الذكريات التي لا تنسى في مجال كرة القدم، وسيكون لقاءات أخرى طبعا. مزبوط. أنا عبد الباسط زابي، كنت معكم. النادي الطيري يستعد لمباراة أم المباريات يوم غدا في استاد الطيري في الساعة 7. كنا مع نايف عرض الذي أحيا نجوم الأمس في حفلة كبيرة في باكا الغربية، له الشكر. أنا عبد الباسط زابي مرة أخرى كنت معكم في هلا رياضة. على المحبة نلتقي، على المحبة نفارق، والسلام عليكم ورحمة الله، ونتمنى لفريق الطيري أن يفوز غداً.